مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار. مرحبا بك سيدي وشكرا لقبولك الدعوة. الشكر موصول لكم وشكر لكم على أنكم أتحتم لنا هذا الفرصة حتى نعود إلى المواضيع الساعة. شكرا سيدي. وبدون إطالة سيد حكار، المجمع شاهد حادث تضرر أنبوب أوكا واحد نتج عنه تسربين على مستوى خط أنبوب الناقل للنفط الذي يربط حوض الحمراء بسكيكدا. أعلنتم في بداية الحادث أن هذا الحادث يعود إلى سوء الأحوال الجوية، هل بعد أسبوع هل توصلت التحقيقات إلى نتائج أخرى؟ بالفعل كما أعلنا ليلة الخميس الماضي أنه وبعد سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المنطقة، كان هناك فيضانات في الوادي وادي إتل والذي يعبره مجموعة من شبكات الخطوط، خطوط نقل البترول وخطوط نقل المكثفات. حوالي الواحدة ونصف ظهرا من يوم الخميس كان في حدثين وتسربين على مستوى هذا خط أوكا. التسرب الأول وهو ناتج عن الفيضانات، مما نتج عنه تسرب كميات من البترول في الوادي، وبعد انخفاض الضغط ورجوع كميات من البترول في الأنبوب يعني حدث تسرب ثاني على مستوى محطة الضخ. بعد تدخل الفرقة التقنية مباشرة على مستوى نقطة محطة الضخ تم التحكم في التسرب الأول، ومما استدعى العمال والإطارات التي تتكفل بصيانة ومتابعة النقل عبر الأنابيب لهذه الشبكة بالتدخل والبحث عن التسرب الذي أدى إلى هذه الحادثة. بعد معاينتنا ومدة أسبوع ومعاينة والتحقيقات التي أجريناها، فيه ملاحظة أولية أن الفيضانات التي أدت إلى انقطاع هذا التضرر وتصدع هذا الأنبوب، لكن الملاحظ أنه فيه تغير لمجرى الوادي. كيف هذا؟ لأنه في الدراسات الأولية في الوادي، ولما قمنا بالدراسات لوضع هذا الأنبوب، الوادي كان معروف وكان في محدد المجرى، ولهذا العمال والتقنيين يعرفون يعني يضعون خطة لتعزيز حماية الأنبوب في موقع مجرى الوادي. لكن بعد استغلال هذا الوادي بأصحاب المحاجر يعني استغلوا في الرمال الموجودة، كان هناك تغير لمجرى الوادي، مما يعني أدى إلى الكشف عن بعض مناطق هذا الأنبوب الغير معززة والغير مدعمة الحماية، وكان الحادث لحد الآن لا يمكن أن نجزم نهائيا بهذه المعطيات. القضية هي قيد التحقيق عند من المصالح المعنية، وربما نكشف عن النتائج في أقرب الأوقات. يعني حبيت نقول يعني في كل الحالات نحن تحت تأمين شامل من هذه الناحية. طيب سيد حكام، أنت قلت هناك محاجر، يعني هناك نشاط محاجر أمام أنابيب نقل البترول. بالضبط، هناك معاينات سنة 2017 و2018 حتى الأفريل 2020، وكان هناك يعني قمنا ب مراسلة السلطات المعنية ولاية المغير، بالضبط ولاية الوادي وولاية المغير الولاية المنتدبة المغير، حتى نلفت انتباههم لنشاط هذه المحاجر.
التي لم تحترق مناطق الحماية والأمان المفروضة قانونيا بال 75 متر من كل جهة، بل هناك تعدي حتى على شبكة الأنابيب، ومما عجل عن كشف الأنابيب واضطر سوناتراك في الكثير من الأحيان للرجوع وتغطية هذه الأنابيب. طيب، تتكلم على كشف الأنابيب، لكن هناك فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كشف هذه الأنابيب في المناطق الصحراوية مكشوفة أمام العامة، لا يشكل هذا خطر على الساكنة؟ أولا يجب التنبيه، هل هو عادي أم غير عادي أنها أنابيب مكشوفة؟ أنا نجيك في السؤال، أنا نجيك في الإجابة، أن المعايير التقنية المعتمدة أن كل الأنابيب تكون مدفونة في أي نقطة من النقاط، وهناك في دراسات تقنية التي الأراضي التي يعبرها يعني الأنابيب فيها ثلاث مناطق خطرة، كانت المنطقة الأولى والمنطقة الثانية والمنطقة الثالثة. المنطقة الثالثة هي الأخطر، والتي عموما هي التي تعبر مناطق الوديان، والتي يتم تعزيزها بتقنيات حتى لحمايتها. الكشف عن الأنابيب لا يتم في غالب الأحيان، ليست عوامل طبيعية، فيه ربما عوامل طبيعية، ولكن في غالب الأحيان هي عوامل غير طبيعية. ولذلك نحن لدينا فرق متابعة نتابع هذه شبكة النقل عبر الأنابيب، اللي تعرفها هي شبكة كبيرة، هي أكثر من 22 ألف كيلومتر على المستوى الوطني، وتعبر 38 ولاية، يعني الله يبارك، يعني شبكة كبيرة، ويتم تغطيتها ومتابعتها بالوسائل التقنية باستخدام الطائرات، وكذلك بالعمال الذين يتابعون يعني يوميا هذه شبكة هذه الأنابيب. طيب، أعود إلى قضية المحاجر، هل هذا شيء عادي أنه هذه المحاجر تنشط على مستوى الأنابيب؟ لا، يعني هو قضية، ثم قلت أنه هناك مراسلة إلى السلطات المحلية. نعم، هو نشاط غير عادي، ونحن نبهنا لهذا النشاط الذي يمكن أن يسبب بعض المشاكل لشبكة الأنابيب. نحن لا نجزم 100% إلى حد الساعة، لكنه يبقى من عمل السلطات المختصة لمعاينة والقيام بالتحريات. لدينا دراساتنا، راح نقدمها لهذه للهيئات المختصة. طيب، نبقى دائما في الحادث، ما حدث هو انفجار، احتراق، اشتعال نيران على مستوى المنطقة. المعروف انه اختلاط البترول بالماء لا يشتعل بالنار، كيف حدث هذا؟ هل هناك فعل فاعل؟ يعني كما تعرفون، يعني لما وقع التسرب الاول في يعني كان الفيضانات كبيرة، وحتى البترول المتسرب يعني راح مع الماء، يعني علميا وفيزيائيا لا يمكن اطلاقا اشتعال هذا البترول، خاصه في حاله جويه تاع امطار وكذا. بالفعل هو عمل خارجي الذي ادى الى احتراق هذا البترول على المستوى الوادي، والحمد لله فرقنا تدخلت مع فرق الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق. لكن أنا أنبه أنه هذا عمل خطير وخطير جدا، لا قدر الله كان ربما يكون فيه حتى خسائر بشرية، لكن الحمد لله يعني الأمور كان خرجت سليمة، كان فيه اشتعال نار وتم إخمادها يعني في تقريب في حوالي ساعة من الزمن. طيب، بالنسبة للأنابيب تم إصلاح الضرر وإعادة صيانتها في ظرف 48 ساعة. بالضبط، يعني كان فيه تحدي. نعم، تفضل. كان فيه تحدي كبير، أنه هذا الأنبوب هو أنبوب استراتيجي لضمان إمداد مصفاة سكيدا بالبترول الخام اللازم لعملياتنا، لكن هذا لا يشكل في حد ذاته عائق، لكن العائق الكبير هو التحكم في التسرب وإصلاح هذا التسرب في أقل من 48 ساعة من تقليل يعني تسربات البترول وتأثير هذا البترول المتسرب على البيئة.
طيب في ظرف 48 ساعه اين تم اصلاح هذا الضرر الذي مس انبوب اوكا واحد، لكن هل اثر توقف هذا الانبوب لمده 48 ساعه على شركائكم على التزاماتكم مع شركائكم سيد حكار؟ اولا يجب التنبيه كما قلت انه هذا الانبوب هو مخصص لامداد مصفات سكيكدا بالبترول الخام ليتم تصفيته وتكريره اولا لتلبيه حاجيات السوق الوطنيه، لانه اكبر نسبه من الوقود تنتج في هذه المصفات وهي تلبي حاجيات السوق الوطنيه. باقي المشتقات هي موجهه للاستيراد، ولكن الحمد لله كان عندنا يعني سعة لا بأس بها من التخزين من الخام المخزن لاستعمالها في 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 عمليات التقرير، وكذلك كان عندنا سعة لا بأس بها لتخزين المواد المكررة. نحن يعني قمنا يعني بتحديث 48 ساعة من أجل أولا يعني التحكم في التسرب وتقليل الآثار على البيئة. باقي تم امداد مصفات سكيكدا بالنسبه لنا كان هناك ثلاث خطط، كان الخطه الاوليه تقضي بتصليح الضرر وارجاع الانبوب في حاله تشغيل في اقرب وقت ممكن، والحمد لله الشيء الذي تمكنا منه. كانت عندنا خطط بديله، منها هناك يعني انتر كونيكسيون بين الانبوب المتجه الى بجايه والانبوب المتجه الى سكيكدا يمكن استعماله وضخ البترول عن طريقه، وكذلك هناك يعني انوبسيون يعني ثالثه يعني خطة ثالثة لإمداد هذه المصفات من جهة أخرى باستعمال أنبوب الذي نستعمله في نقل المكثفات. طيب لكن لو استغرق صيانة هذا الأنبوب أكثر من 5 أيام أو 10 أيام أو حتى 15 يوم، هل ما هي الخطة التي كانت ستتخذها سوناتراك؟ أولا أنا نطمئن جميع يعني المشاهدين والمتابعين والمهتمين بهذا الأمر، هذه ليست أول حادثة عند سوناتراك في يعني تسرب البترول من الأنابيب. نحن فرقنا التقنية لها خبرة كبيرة وتمكنت من إصلاح أنابيب في ظروف لا تتعدى في 3 أيام والحمد لله. كان التحدي رفعناه يعني التحكم في هذا التسرب في أقل من 48 ساعة، والحمد لله الشيء الذي تم. وأنا هنا يعني أغتنم الفرصة لأشكر يعني أقدم يعني العرفان والاحترام لجميع الفرق التقنية التي عملت دون انقطاع طيل 48 ساعة للتحكم في التسرب وإصلاح الأنبوب. طيب هذه ربما كانت مناسبة لسوناتراك من أجل الوقوف على بعض الحوادث التي يمكن تنجر في مثل هذه الظروف، خاصة سوء الأحوال الجوية أو بفعل فاعل أو عدة أسباب أخرى. ما هي الاحتياطات التي اتخذتها سوناتراك بعد هذا الحادث؟ أولا يجب التنبيه أنه لدينا خطط تدخل في مثل هذه الحالات، وهو الذي تم يعني سرعة تدخل كل الفرق يعني من بسكرة من الوادي من سكيكدا من بجاية، يعني كل الفرق في وقت واحد، لأن هناك مخطط عمل مدروس قبل في حالة حدوث هذا النوع من المخاطر. يعني الحمد لله التدخل السريع مكننا من التحكم في هذه الحوادث. لدينا مخططات عمل مدروسة، ولكن دائما هذه الحوادث تعطينا فرصة أخرى للتفكير والبحث عن المخاطر المحتملة. تغيير مجرى الواد لم يكن في الحسبان، لكن رغم أنه نبهنا يعني لهذه نوعية المخاطر لكن لم يكن في الحسبان للتأثير. هذا يخلينا نعمل على تعزيز أولا الحماية، وثانيا المقاطع التي تعبر هذه الوديان للأخذ بعين الاعتبار بمثل هذه المخاطر، أنه الوديان يمكن أن تغير المجرى نتاعها وتؤثر على هذه الأنابيب. للمرة الثانية تزور منطقة الحادث الذي تسبب في تسرب النفط، ما هي الآثار على البيئة؟
نعم، يجب التنبيه أنه هذه زيارة في زيارتي الثانية في خلال الأسبوع. أولا زيارة كانت للوقوف على الحادث، ثانيا اليوم زيارتي تدخل في إطار متابعة التزامات سوناتراك التي أعلنتها في اليوم الثاني للحادث. الحمد لله تم التحكم في الحادث وإرجاع المنطقة إلى طبيعتها الأصلية، منطقة الحادث، وجئنا لمتابعة التحكم ومعالجة الآثار، لأن التسرب الذي حدث، يعني البترول الذي تسرب مشى مع فيضانات الوادي على مسافة 30 كيلومتر حتى شط ملغير. كل هذه مناطق الوادي، مجرى الوادي، تأثر بالبترول، فيه هناك بقع مائية يعني تلوثت بالبترول. الحمد لله نحن اليوم نعرف بالضبط كل المناطق هي محددة، وخصصنا فرق التي تتدخل يوميا وعلى مدار 24 ساعة لأولا ضخ هذه المياه واسترجاع الكميات البترول، وثانيا وضع مخطط لمعالجة هذه الآثار على المستوى المتوسط. يعني قمنا أولا بإرسال مخبر متحرك لمعاينة يعني المياه على مستوى 70 بئر في مستوى على مستوى الوادي، وكذلك معاينة الأتربة ومعاينة الهواء. يعني هذا العمل سيستمر لمدة سنة حتى تكون لدينا صورة مفصلة على تأثير هذا الحادث على البيئة. طيب، قلت لمدة سنة، ربما تفهم أن القضية خطيرة جدا على البيئة. لا، يعني المعمول به، يعني هذا لإبعاد كل المخاطر المحتملة. يعني نحن نضع مخطط، نتابع بكل التفاصيل والدقائق يعني تأثيرات على البيئة. الملاحظة الأولى أنه في كثير من الآبار ليس هناك أي تسرب عن طريق الأتربة من للبترول، بل هناك تدفق للماء ودخل يعني هذه الآبار، يعني ما كانش فيه تسرب عن طريق الأرض، هناك تدفق، يعني خروج الماء من مجرى الوادي وتدفق على في هذه الآبار. نحن نعمل على استرجاع مياه الآبار لمعالجتها واستخلاص كل يعني المواد التي قد تلوث هذه المياه، وسوف نستمر في معالجة مياه هذه الآبار لإرجاعها لحالتها الطبيعية. طيب، لو نوضح الصورة للمشاهد الجزائري، هل يمكن للبترول أن يتوغل داخل التربة وأن يصل حتى إلى المياه الجوفية؟ المياه الجوفية على كان هناك مياه سطحية، يعني حتى يكون المشاهد في الصورة، هناك مياه سطحية لحوالي 10-20 متر، وهناك مياه جوفية تتعدى حتى تقريب 1000 متر. يعني المياه الجوفية هي هناك طبقات من الطين يعني الكثيف التي تحمي هذه المياه من أي تسرب. يعني من تقريبا نقول من المستحيلات أنه يوصل البترول المسرب إلى مستوى 1000 متر. يعني تبقى الاحتمالية تسرب البترول، لأنه تعرف إحنا في منطقة رملية أنه يمكن المياه الملوثة بالبترول تتسرب عن طريق هذه الأتربة لتصل إلى مستوى ربما 10-20 متر، ولذلك نحن نعمل على المتابعة وأخذ العينات من الأتربة، يعني وهذا لمتابعة مدى تسرب هذه المواد في الأتربة. نحن أخذنا يعني في الحالة الأولية نحن نقوم بأخذ العينات من الأتربة، يعني نتائج هذه التحاليل يعني ربما تكون في الأيام القادمة. طيب، كان لكم لقاء مع سكان المنطقة، طرحوا عدة تساؤلات واستفسارات بخصوص خطورة التلوث أو كيفية تنظيف هذه التسربات. أهم الانشغالات التي شكلت ربما النقطة الأكبر بالنسبة للمواطنين في منطقة البعاج أو في منطقة جمعاء أو بالفعل على هامش زيارتي الثانية لهذه المنطقة، يعني كان السيد الوالي مشكور أنه قام بكذا، وهو كذلك لزيارة لهذه المنطقة للاطلاع على انشغالات المواطنين. يعني كان لي الشرف أنه شاركت مع الوالي هذه الجلسة مع المباشرة مع المواطنين، يعني استماع لانشغالاتهم. يعني نقول لك يعني معظم الانشغالات مرتبطة بالتنمية المحلية،
وجزء منها مرتبط بالتأثير على هذا التدفق وهذا التسرب من البترول على المحاصيل الزراعية وعلى التأثير على المياه. يعني قمنا بطمأنة الساكنة هنا في هذه المنطقة بكل الإجراءات التي تقوم بها سوناتراك للحد من هذا التلوث ومعالجة المياه والأتربة الملوثة. فيه تدخل حول إمكانية واحتمالية تأثير هذه التسربات على المحاصيل الزراعية. طبيعة الحال سوناتراك مؤسسة مواطنة تتحمل مسؤوليتها في هكذا يعني مخاطر، إذا استلزم الأمر تعويض هذه الفلاحين سوف نقوم بالواجب. كذلك تتكلم من سيقوم بالتعويض؟ هل سوناتراك التي تعوض المواطنين الفلاحين مثلا؟ نعم، هناك نحن كشركة عندنا يعني تأمين لهذه من هذه المخاطر، ونستطيع ان نغطي هذه التعويضات من 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 يعني أموال التأمينات. القضية الثانية التي يعني طرحت وهي مدى تأثير يعني هذه المياه المستعملة للزراعة ولشرب المواشي في هذه المنطقة. نحن وعدنا سكان المنطقة يعني إذا يكون في خطر، ووعدت حتى الوالي وأمام الوالي أنه سوف نقوم بحفر بئر ارتوازية في هذه يعني المنطقة كعمل احترازي يعني وعمل استباقي، إذا يكون ربما فيه مشكل على المياه يكون هذا البئر. البئر هذه سوف نقوم بحفرها في القريب العاجل، مدتها لا تتواجد إن شاء الله في حدود 30 يوم، وتكون يعني البئر يعني حاضرة ويمكن تكون يستفاد منها ساكنة منطقة البعاش. إلى ذلك اليوم، هل التزمت سوناتراك بتوفير خزانات للمياه من أجل السقي أم ماذا؟ نحن في تواصل دائم مع السلطات المحلية، مع والي الولاية. يعني إذا كان هناك إشكاليات أو خطورة حول استعمال مياه، لأنه في حوالي 70 بئر الموجودة حول مجرى الوادي ربما هناك 18 بئر يحتمل أنه يكون فيه تدفق في بترول والمياه المسربة تاع الوادي في هذه الأبار. أما باقي في هذه الأبار فهي يعني الملاحظات الأولية فهي لم تتأثر من هذه التسربات، ويمكن استعمالها في الزراعة وفي ساق المواشي. يعني إذا كان فيه إشكالية سوف نقوم بالشيء اللازم يعني توفير المياه الصالحة للشرب وللزراعة. يعني شركة سوناتراك تتحمل كل مسؤوليتها بخصوص هذا الحادث إلى حين الوصول إلى نتائج التحقيقات. سوف نستمر في أي حالة بغض النظر عن نتائج التحقيقات. يعني نحن كشركة مواطنة نحترم ولدينا مسؤولية نحو المحيط نحو الساكنة، سوف نقوم بالواجب حتى يعني ترجع إلى يعني الأمور إلى طبيعتها. طيب، ربما أي رسالة تريد أن توجهها إلى فلاحي المنطقة؟ أنا أطمئن كل ساكنة وكل فلاحين في هذه المنطقة أن سوناتراك سوف تتحمل كل مسؤولياتها جراء هذا الحادث، يعني حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله. طيب، شكرا سيد توفيق حكار على حديثك بخصوص الحادث تضرر أبوب أوكا واحد. ننتقل إلى موضوع آخر، ربما إلى استثمارات الشركة، إلى علاقتها التجارية. لو نتحدث عن مخطط الإنعاش الاقتصادي، أين سوناتراك من هذا المخطط؟ كشركة عملاقة كبرى في الجزائر يمكنها أن تحرك العديد من القطاعات. سوناتراك هي معروفة، هي قاطرة الاقتصاد الوطني، وسوف تقوم يعني وهي عنصر هام ولاعب هام في كل يعني تحول اقتصادي أو إنعاش اقتصادي في البلاد. نحن وعونا كل الوعي بأهمية هذا التحول وهذا الإنعاش، ولذلك يعني وضعنا خطة واستراتيجية تعتمد أولا على إعطاء الشركات الجزائرية الوطنية والخاصة المشاريع التي يمكن إنجازها عن طريق الطاقات والمؤسسات الجزائرية. كما لاحظتم يوم الثلاثاء يعني أمضينا مجموعة من العقود قيمتها أكثر من تقريبا 500 مليون دولار لشركات وطنية، شركات جزائرية. طيب، في هذه هي النقطة
السيد توفيق حكار، هل هو توجه أو رؤية جديدة لسوناتراك للتخلي عن خدمات الشركات الأجنبية أم ماذا؟ خليني نكمل كل مخطط إنعاش الاقتصادي. أولا المحور الأول يعتمد على يعني إعطاء المشاريع التي يمكن إنجازها في الجزائر وبإطارات جزائرية وبمواد جزائرية إلى شركات جزائرية، هذا يعني حتى نقلل من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وكذلك إعطاء الفرصة للشركات الجزائرية حتى تكون عندها الخبرة اللازمة يمكن في يوم من الأيام تنافس بها شركات في الخارج وربما تصدر خدماتها للخارج. المحور الثاني وهو كل ما يتعلق بقطاع الغيار لبرامج الصيانة التي تعتمدها سوناتراك، نحن بصدد تحضير يعني عمل لتوجيهه للشركات الجزائرية لإعطائهم الفرصة لتركيب وصناعة قطاع الغيار التي يمكن إنتاجها حاليا والتي لا تتطلب تكنولوجيا معقدة وكبيرة. مثل ماذا؟ يعني في احنا يعني في 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 سوناتراك تقريب نقول لك تقريب هناك اكثر من نصف مليون قطعة غيار يعني من الطبيعة، طبيعة قطع الغيار يعني نستهلكها في السنة. يعني انا نقول جزء من هذه القطع الغيار هي بسيطة ولا تحتاج الى تكنولوجيا كبيرة، يمكن انتاجها عن طريق مؤسسات جزائرية. لعلمكم هناك يعني مؤسسات وطنية، هناك مؤسسات خاصة جزائرية برعت في صناعة في في صناعة قطع الغيار، وهي تصدر حتى للخارج وحتى لشركات عملاقة وكبيرة يعني بدون إعطاء أسماء. يعني الحمد لله كان فيه تقنية وفيه تحكم من هذه الناحية، نعطيه الفرصة كذلك لهذه المؤسسات لإنتاج قطع الغيار التي استعملها سوناتراك وكذلك فروع سوناتراك في عملها اليومي. يعني طيب بصراحة لو نتكلم تقول أنه بهدف ترقية المنتوج الوطني نوقع على اتفاقيات عديدة مع شركات وطنية، هل غيبت في السابق هذه الشركات؟ ربما ما كانش عندها الفرصة، ربما كانش فرصة أم تكنولوجيا أم المنتوج؟ أنا نتكلم غياب الرؤية وغياب الاستراتيجية. لما تكون لدينا الرؤية ولا تكون لدينا الاستراتيجية يعني وكذلك إعطاء الفرصة لهذه الشركات، ما لازمش نتخوف إعطاء الفرصة للشركات الجزائرية يعني، وهذا يؤدي بنا إلى يعني اقتصاد مبالغ هامة من العملة الصعبة. أما المحور نكمل المحور الثالث اللي هو في داخل في إطار استراتيجيتنا في إطار هذا التحول الاقتصادي، وهو يعني تفعيل الصيانة في الداخلية على مستوى الشركة وفروع الشركة. هناك يعني عمليات صيانة كبيرة نقوم بها خلال السنوات الأخيرة، يعني نبعثوا المعدات والآلات والأجهزة لصيانتها في الخارج رغم وجود الإمكانات والإطارات يعني الجزائرية التي يمكن القيام أن تقوم بهذا العمل وبكل أريحية في الجزائر. الحمد لله نحن نشجع كل هذه المبادرات داخليا التي تساعد على يعني أولا تنمية الخبرة وكذلك اقتصاد العملة الصعبة. طيب رئيس الجمهورية في كل يعني خرجاته الإعلامية أو في كل خطاباته رفع من أجل تنويع مصادر الدخل، والجزائر كثيرا ما تصدر موادها خاما، هل سنعرف صناعة بتروكيماوية جديدة لسوناتراك؟ غيبت هذه الصناعة في السابق. بالضبط يعني نحن عندنا في مخططنا الاستراتيجية يعني أدرجنا هذا المحور، وهو محور يعني مهم في سياسة سوناتراك وفي استراتيجية سوناتراك، وهو تنويع وتغيير دون الاعتماد على تصدير المواد الخام، بل يعني البحث على تحويلها داخليا وإنتاج يعني منتوجات ذات قيمة عالية وإضافة مهمة وقيمة مضافة مهمة للاقتصاد الوطني. لهذا يعني أدرجنا في مخططنا المستقبلي لخمس سنوات المقبلة عدة مشاريع بتروكيماوية مهمة.
بدأ الحمد لله تمكنا السنة الماضية من إبرام وإنشاء شركة مختلطة بين سوناتراك وتوتال لإنتاج البولي بروبيلان في على مستوى المنطقة الصناعية لأرزو، لإنتاج تقريب 550 ألف طن من هذه المادة. هذه المادة البلاستيكية تستعمل في عدة استعمالات، منها نذكر النسيج، ومصنع غليزان يستطيع استهلاك هذه المنتوجات. فيه مشاريع أخرى لإنتاج 1 مليون طن من البولي إيتيلان. البوليتيلان هو تعرف كما تعرفوا مادة أولية تقريب لجميع الصناعات البلاستيكية. هذا المشروع هو قيد الدراسة ونحن متقدمون جدا مع شريك أجنبي. تبقى الإشكالية هي البحث عن على مصادر التموين، يعني هذه هي المشاريع مستهلكة لرأس المال. تقريب مصنع البولي بروبيلان تقريب 1.5 مليار دولار، مشروع البولي إيتيلان 6 مليار دولار، مشروع الميثانول ومشتقات الميثانول تقريب 6 مليار دولار، وكذلك سوناتراك تعمل على مع وزارة المناجم لتطوير مشروع الفوسفات، وهو كذلك مشروع يعني كبير جدا يستهلك تقريب حتى هو 6 مليار دولار في المشروع، زائد تقريب 5 مليون دولار 5 ملايير دولار في المنشآت التي ترافق هذا المشروع. طيب في هذا الإطار هل يمكن أن تكون سوناتراك عراب الصناعة في الجزائر؟ إذا تكلمت على كل هذه المشاريع خاصة في مجال البتروكيميائية، اليوم الجزائر تبحث عن التصنيع في عدة مجالات وعدم استيراد المواد الأولية، خاصة نتكلم على مشاريع السيارات مثلا. بالضبط، لإعطاء المشاهد بعض الأرقام، يعني اليوم حاليا تقريب نستورد أكثر من 500 مليون دولار من المواد البلاستيكية. في حدود سنة 2025 سوف نستورد تقريب 800 مليون إلى مليار دولار من هذه المواد البلاستيكية. ولذلك يعني نحن يعني أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات و نعمل على تطوير هذه المشاريع البتروكيماوية، أولا لتلبية حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد اللي هي في حدود يعني 2025 تقريبا مليار دولار، يعني سوف يعني نقتصد مليون دولار تحويلات للخارج. من الناحية الثانية أنه سوف نعطي قيمة مضافة للمواد الخام التي نصدرها اليوم، يعني سوف نحولها هنا في الجزائر ونصدرها كمواد ذات قيمة مضافة. سوناتراك دائما هي قاطرة للاقتصاد الوطني من ناحية يعني ضمان الأمن الطاقوي للجزائر، ويعني من الكهرباء ومن الغاز ومن المواد البترولية، وكذلك هي من ناحية أخرى تقوم بتحمل الجزء الأكبر من الاستثمارات في البتروكيماويات، لأن هذه المشاريع هي مشاريع تستهلك رأس مال كبير، ربما الشركات المتوسطة والصغيرة لا يمكن تحملها ولا يمكن يعني القيام بهذه المشاريع، ولذلك سوناتراك هي تتحمل العبء الأكبر وتقوم بهذه المشاريع الأولية، يعني في المرحلة الأولية لتحويل المواد الخام إلى مواد بتروكيماوية ربما نصف مصنعة، وترك البقية للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة القيام بالعمل وتطوير شبكة التحويل والتصنيع، وهذا الذي يؤدي إلى تطوير الصناعات في الجزائر مهما يكون يعني نوع هذه الصناعات، صناعة السيارات، صناعات أخرى البلاستيكية، النقل، وكذلك يعني المواد الصيدلانية، يعني كثير من المواد، كثير من الجوانب الحياة اليومية للمواطن تعتمد على المواد البلاستيكية واستعمالاتها في مختلف ميادين الحياة. طيب، يعني سوف نكون قاطرة هذا التحول إن شاء الله. إن شاء الله. سيد توفيق حكار، تتكلم على قاطرة، متى تتجسد هذه المشاريع؟ هل في رؤية استراتيجية؟ في نحن نعمل في إطار استراتيجية موضوعة،
يعني ليس هناك يعني حتى هناك استراتيجية، لدينا استراتيجية ورؤية واضحة في هذا الميدان ونحن في إطار تجسيدها، لأنه هذا المشروع والمؤسسة المختلطة التي كوناها لإنتاج البولي بروبيلان يعني في تدخل في هذه الاستراتيجية، والمشروع هو في مرحلة الدراسات الهندسية، يعني سوف ربما نشهد انطلاقة المشاريع في حوالي 8 أشهر 9 أشهر يبدأ بناء هذه المصانع وتكون يعني في حوالي نهاية 2025 يعني يمكن بداية الإنتاج. المشروع الثاني وهو المشروع الكبير والمهم والبولي إيتيلان في الذي يعني نحاول أن ننشئه في المنطقة الصناعية لسكيكدا، يعني هو في مرحلة يعني دراسات متقدمة والبحث عن شريك ومهم للقيام بهذا المشروع. طيب إذا كان هذا في مجال الصناعة، ماذا عن مجال الفلاح، قطاع الفلاح، الأسمدة، عدة أمورات؟ بالفعل يعني في من ناحية الفلاحة نحن يعني لدينا شركتين فرعيتين، الشركة الأولى أسميدار التي تعمل في هذا الميدان وهي شريك مهم مع مجموعة من المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع المناجم والتي تعمل من أجل تطوير هذا مشروع الفوسفات، وهو مشروع كبير جدا سوف يعود يعني بأثاره على الفلاحة وعلى الاقتصاد الوطني يعني إيجابيا. وكذلك عندنا كذلك فرع آخر اللي هو أجرو أليمونتير، مؤسسة مختصة في يعني تطوير الفلاحة، ربما هي مش معروفة لك، هي يعني عندها بعض السنوات لم يعني تقوم يعني بأشياء كبيرة، لكن سوف نعطيها الاهتمام الكبير. عندنا رؤية خاصة لتطوير هذه المؤسسة للاستثمار حتى في الفلاحة. تعولون على قطاع الفلاحة، هذا القطاع الذي يعرف يعني تطورا ملحوظا كل سنة، يعني ربما خاصة هناك شاهدت معنا نحن في منطقة الوادي ومنطقة بسكرة، يعني الحمد لله منطقة واعدة من ناحية الزراعة، ربما لم تقل كلمتها الأخيرة لكن سوف تكون لها شأن مهم حسب المعلومات اللي متوفرة عندي، أنه تضمن تقريبا 40% من المنتجات الفلاحية وطنيا، ربما هذه المنطقة إذا استثمرناها ربما تضمن أكثر من 100% من احتياجات الوطنية من المواد الفلاحية، وربما نذهب حتى للتصدير وتصبح يعني منطقة يعني ومصدر للعملة الصعبة يعني كمثيلتها إن شاء الله في المحروقات. طيب ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع تخفيض النفقات سوناتراك والمؤسسات الكبرى، كيف تمت العملية؟ هذا المشروع تخفيض النفقات هو مشروع أساسي ومحوري في سوناتراك، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما اضطرنا في شهر مارس وأبريل يعني للعمل وبجهود كبيرة جدا لمراجعة كل مشاريعنا وكل مصاريفنا، وهذا تنفيذا لتوجيهات قيادة البلاد لترشيد نفقات وكذلك ترشيد تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. الحمد لله يعني في مخططنا لهذه السنة كان تخفيض التحويلات الخارج العملة الصعبة من 12 مليار إلى 6 ملاير، وهذا يعني جهد وجهد كبير جدا. قمنا بوضع مديرية خاصة لتخفيض وترشيد النفقات في كل مديريات سوناتراك وكذلك حتى في فروع سوناتراك. هدفنا اليوم هو اولا يعني التقليل من كل النفقات الغير ضروريه في الشركه، وكذلك الاخذ بعين الاعتبار لما يمكن انتاجه هنا في الجزائر، كل الخدمات كل المواد التي يمكن انتاجها في الجزائر سوف نستعملها، وللحد من تحويل العمله الصعبه الى الخارج. هدفنا ليس يعني فقط هذه السنة، هذا مشروع على المدى المتوسط للتحكم في كل النفقات، لن نقوم بصرف أي سنتيم زائد عن احتياجاتنا.
يعني ما عدا المشاريع التي يمكن أن تساهم في الإنتاج في هذه الفترة. المشاريع التي يعني قمنا بإرجاعها لربما للسنة القادمة أو للسنوات القادمة لن تؤثر يعني بشكل كبير على قدراتنا الإنتاجية، لكن هذا لا يعني أنه سوف نلغيها. هذه المشاريع لازمة حتى نحافظ على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد على قدراتنا الإنتاجية لتلبية احتياجاتنا الوطنية من الطاقة، لكن يبقى الإشكالية هي البحث عن مصادر التمويل، وهذا جزء من عملنا. سوف نبحث على مصادر جديدة للتمويل، أفكار جديدة للتمويل حتى لا نؤثر على الخزينة العمومية من ناحية العملة الصعبة. طيب، اليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دور كبير وهام جدا في اقتصادية الدول، ماذا تعيدون هذه المؤسسات اليوم وأنتم تشجعون المنتوج الوطني؟ أولا نعد هذه المؤسسات أن سوناتراك تفتح يعني دفتر أعباء لهذه الشركات، وسوف تكون الأولوية للشركات الجزائرية. استراتيجيتنا اليوم موجهة لتحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك مرافقة المحتوى المحلي. يعني فيه شركات ناشئة جديدة في إطارات يعني تخرج كل يوم من الجامعة، عندهم أفكار جديدة، عندهم نعطيهم فرصة لإثبات نفسهم في السوق عن طريق الخدمات التي يمكن أن يوفرها لهذه للشركة الوطنية. سوف نفتح لهم يعني الباب كبير جدا، أنشأنا ومديرية خاصة لتطوير المحتوى ومرافقة المحتوى المحلي. يعني كل الشركات المهتمة لتقديم خدماتها ومشاريعها لسوناتراك نحن في الاستماع، ونحن نفتح يعني الأبواب ودفتر الأعباء لهذه الشركات. هذا يعني أنكم ستتوجهون إلى دعم المؤسسات الناشئة؟ بالفعل في توجهنا دائما البحث على تطوير الصناعة الوطنية. شركات ناشئة، شركات متوسطة، شركات كبيرة، سوف يعني نعمل كل مع بعض لترقية هذا المحتوى المحلي و يعني الوصول به إلى مستوى التنافسية من ناحية النوعية ومن ناحية الأسعار. طيب، في إطار الرقمنة، في إطار عدة مجالات، تعمل بعض الشركات الناشئة أو أصحاب المشاريع المبتكرة على خلق أو ابتكار عدة خدمات. كيف سيتم مساعدة هذه المؤسسات واحتضانها؟ أولاً عن طريق المسابقات، عن طريق الدعم المالي كمؤسسة مواطنة مثلاً سوناتراك، أم تجيء في الجامعات، تجيء مراكز البحث؟ أولا يجب التنبيه أنه سوناتراك أنشأت مؤخرا يعني وحدة خاصة على مستوى مديريتها المركزية لتسهيل ومرافقة يعني هذه الستارت اب. يعني الشركات والأفراد المتخرجين من الجامعة عندهم أفكار، يمكن ينشئوا يعني مشاريع صغيرة موجهة لتطوير بعض الخدمات، بعض التطبيقات التي تستعمل في ميدان المحروقات. نستمع لهم، نشجعهم، نفتح الأبواب لهم، نرافقهم حتى نصلوا إلى المستوى الذي تتطلبه الصناعة البترولية. تعرفوا أن الصناعة البترولية معقدة، تتطلب مستوى من الدقة ومن التكنولوجيا. نحن نرافق هذه المؤسسات، نفتح لهم الأبواب، نرافقهم، يعني نفتح لهم كل يعني دفتر أعبائنا ومشاريعنا للبحث، وكذلك ربما حتى إشكالياتنا والصعوبات التي نعرفها في الشركة إعطائهم، ربما يجدوا الحلول ولنشتريها بعد عليهم إذا كان هذه الحلول تكون مهمة وتخدم الصناعة. شكرا جزيلا سيد توفيق حكار، رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، على كل هذه التوضيحات في هذا اللقاء الخاص. أترك لك المجال لتقول كلمة أخيرة.
للعمال، للعمال المجندين في البعاج، وكذلك لكل عمال سوناتراك الذين وقفوا إلى جانب الشركة في هذه في الظرف الصحي التي عرفته الجزائر والعالم كله. أنا أشكر العمال سوناتراك الذي يعني برهنوا مرة أخرى على يعني حبهم للمهنة نتاعهم وحبهم للوطن نتاعهم وتفانيهم في العمل نتاعهم، ليس فقط في هذه في الظروف الحرجة، ظروف مثل هذه التدخلات السريعة والتي تتطلب يعني جهد كبير وتركيز كبير، لكن نشكرهم على كل ما قدموه للشركة خلال هذه الفترة، فترة صحية يعني تقريبا من شهر مارس إلى يومنا هذا، يعني بقينا نعمل بكل قدراتنا الإنتاجية دون تأثير على الإنتاج، وهذا يحسب لهم، نشكرهم يعني شكر وتحية وتقدير لكل هؤلاء العمال، كما أشكر عمال التلفزة الوطنية الذين رافقونا في كثير من المحطات، نشكركم أنكم كنتم معنا بجانب سوناتراك، شاهدتوا بأنفسكم يعني الأشغال المتقدمة، هذا حتى نعطي الصورة الحقيقية للمواطن حول تقدم الأشغال وحول يعني الأخذ ومتابعة هذه الأشغال عن قرب. شكرا جزيلا سيد توفيق حكار رئيس مدير العام لمجمع سوناتراك على كل هذه التوضيحات، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.